مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى القسم الأخير من ساعة حرة لهذا اليوم، متمنيا على الضيوف الاختصار قدر المستطاع حتى نغطي ما تبقى من محاور. سيد حميد، في طهران، يعني كيف نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد حميد قل شريفي. إذن أتحدث في الاستوديو إلى السيد توني شافر. يعني ردود فعل الإدارة السابقة حذرت من بعض الأمور، مثلا مساعد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس أوباما بن رودز يقول لقد شكك ترامب مجددا بقدرة الولايات المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، لن ترغب دول أخرى في إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة لأنها ستفكر في أننا كأمريكيين لن نلتزم كلمتنا أمام المجتمع الدولي. دعني أكون واضحا جدا، الرئيس ترامب لم يتراجع عن الاتفاقية. بن رودز على خطأ، وكذب على الشعب الأمريكي عندما عمل للرئيس أوباما فيما يتعلق بالنقاط وتفاصيل ما يطلق عليها الاتفاقية الإيرانية، وبالتالي هو في موقع ضعيف جدا فيما يتعلق بالحقيقة. وثانيا، أتفق مع ضيفك في القاهرة تماما. العامل الآخر هنا هو كيف تقوم هذه الاتفاقية بإفادة الشعب الإيراني. الشعب الإيراني، الفارسيين ليسوا معنيين في رؤية حكومتهم تهيمن على كامل المنطقة، وكل ما رأوه هو حكم الملة والقيادة الإيرانية، وهم هذا هو اعتداء. إذا كانوا يريدون أن يروا الأعلام الإيرانية مرفوعة في العواصم العربية، وهذا لا يفيد الشعب الإيراني. هم ليسوا لا يساندون العنف ولا يحبون هذه الأمور، وبالتالي لا يريدون أن تستغل هذه الاتفاقية لتطوير الأسلحة في الخفاء. إدارة الرئيس أوباما هي من وقع على هذه الاتفاقية، لكن الرئيس ترامب هو يقول ويتفوه بالحقيقة ببساطة. وكما قلت، من المدهش في هذه المدينة أن التفوه بالحقيقة هو عمل راديكالي. وأنا أقول أن ضيفك في إيران وطهران الذي يحاول أن يقلل من أهمية ما يقال هنا، الأمر لا يتعلق بالتخلي عن الاتفاقية أو المسألة لا تتعلق بالشعب الإيراني، تتعلق بالمساءلة والمحاسبة والإيفاء بالواجبات والالتزامات الإيرانية. وحتى الآن يجب علينا أن ننظر في الأسباب التي دعت الإيرانيين إلى عدم الامتثال وتصحيح هذه الأخطاء. توني، باختصار لو سمحت، هناك من يرى بأن هذا الموقف الأمريكي سيشجع بيونغ يانغ على الابتعاد عن الحوار، ستضرب الاتفاق النووي الإيراني مثلا، لأنه اتفاق لم يتم العمل به، تم التخلي عنه وما إلى ذلك. أنا سعيد بأنك أثرت هذا الأمر. السبب في المشكلة مع كوريا الشمالية هو أن اتفاقية مشابهة للاتفاقية الإيرانية والتي قامت الإدارة الرئيس كلينتون بعقدها في العام 1994، قام الكوريون أيضا بخرق هذه الاتفاقية مرة تلو الأخرى. حتى واجهنا كوريا الشمالية اليوم، وكما قال ماكماستر، لم يبقى أي طريق يمكننا أن نسلكه الآن، والرئيس ترامب الآن يحاول أن يتفادى ذلك وأن يصحح الخروقات، وبالتالي فهو يضع طهران في موقع لا يسمح لها بالقيام بما قامت به بيونغ يانغ في تطوير الأسلحة النووية، وهذا ما يجري الآن، ونحاول أن نوقف هذا الشيء من الحدوث. سيد حميد في طهران، وباختصار لو سمحت، يعني الوقت ضيق، نحن على اعتاب نهاية البرنامج، كيف تعلق على ما تفضل به ضيفنا في الاستوديو من تعاون يعني إيراني كوري شمالي خفي بخصوص قضايا نووية ودعم إيران للبرنامج النووي الكوري؟ كيف تعلق على هذا الأمر؟ أنا ليس لدي معلومات أمنية وسرية
أعتقد بأن الأخ الذي يشارك في هذا الحوار في داخل الاستوديو لديه معلومات أمنية كذلك. لا، هذه مكتوبة في الصحف الأمريكية وتقارير صدرت حتى من الخارجية الأمريكية. التقارير الإعلامية وكذلك التقارير الصحفية ليست محل استناد بالنسبة للحقوق الدولية، ونعلم بأن كما قلت الوكالة الطاقة الدولية هي الطرف الوحيد التي تشرف على برنامج النووي الإيراني، ويجب على الجميع احترام وكالة الطاقة الدولية. إذ لم يكن هناك احترام لوكالة الطاقة الدولية التي أيدت التزام إيران للبرنامج النووي أكثر من 8 مرات، وكذلك حتى السيد ترامب أيد هذا البرنامج لمرتين، ونعلم بأن رقص السيوف وكذلك إرضاء حكومة إسرائيل هو أساس سياسات ترامب بالنسبة للشرق الأوسط، لأن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فشلت بسبب تعاون إيراني روسي لدعم الدول الشرعية في داخل المنطقة، وخلافا للمحاور الأخرى التي كانت تعمل على حساب الولايات المتحدة. لهذا أعتقد ما يفعله ترامب هو ليس نتيجة بالتزام إيران للملف النووي أم لا. السيد ترامب يريد أن يضغط على إيران بالنسبة لمسائل أخرى في داخل المنطقة، لأن لديه صفقة 500 مليار دولار، يريد أن يحقق هذه الصفقة ويريد أن يقول لحلفائه العرب أنا معكم. لهذا أعتقد بأن إيران كما قال الرئيس الإيراني من بعد تصريحات ترامب يرى أكثر بالدفاع عن النفس، وكذلك لما يتحدث الأخ بالاستوديو عن ترسانة النووية الإسرائيلية بأنها لم تهدد أحد، لنذكر التاريخ كذلك بأن إسرائيل هي أساس حروب مختلفة في داخل منطقة الشرق الأوسط، وكذلك كيف هددت جيران وكيف كانت تعمل على الدول الأخرى، وكذلك لماذا لم تقبل الولايات المتحدة وكذلك زميلكم في الاستوديو بأن الوكالة الطاقة الدولية التي تشرف على جميع البرامج النووية في داخل العالم أن تشرف على الترسانة النووية الإسرائيلية، لأنها تحمي مصالح الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. لهذا أعتقد بأن الانحياز الأوضح الولايات المتحدة هو ليس لعدم انتشار السلاح النووي، بل انتشار السلاح النووي للدول الحليفة. نعم، توني دقيقة قبل أن انتقل للقاهرة، ماذا تقول حول النقطة الأخيرة؟ لا أختلف معه، إذا كانت هناك بلد تمتلك أسلحة نووية فإنه على الجميع التزام بأن يكون هناك رقابة من نوع ما. الولايات المتحدة قال أننا نقوم بتطوير أسلحة نووية، لا نحن التزمنا بالإطار الاتفاقية التي توصلنا إليها مع روسيا. ما قاله الرئيس أنه يريد أن يحدث الأسلحة الموجودة، لا أن يزيد عددها ولكن أن يحسن أدائها. ولا أحد تحدثت إليه يقول أننا سنسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تذهب لتفتيش على الأسلحة. ما قلته هو أن طهران لا تلتزم بالاتفاقية، لأن الوكالة الدولية ليست قادرة على الوصول إلى المواقع العسكرية التي اتفقنا عليها، والآن الرئيس يقول أن إيران لا تلتزم بالاتفاقية. نعم، هو يتساءل باختصار جدا أنه لماذا لا تفتش المواقع النووية الإسرائيلية كما تفتش مواقع أخرى سواء كان في إيران أو غيرها. هذا سؤال وجيه. إذا طهران كانت جدية بالنسبة للاتفاقية عليها أن تلتزم بواجباتها، وبعد ذلك تقول ما يقوله ضيفك، على الأمم المتحدة أن تطلب الوصول إلى البرنامج الإسرائيلي وأن تفتشه، ولكن طهران ليس بوسعها أن تطالب بذلك حتى تمتثل. سيد إيميل، في القاهرة يعني هناك رأي يقول إن هذا الموقف الأمريكي سيعزز من شوكة وشكيمة التيار المتشدد داخل إيران، سيتيح له فرصة جديدة لتطويق التيار الإصلاحي المعتدل كما يطلق عليه داخل إيران. كيف تعلق؟ لديك دقيقتان فقط. لا يوجد في الداخل الإيراني لا حمائم ولا صقور، هذه كلها تلاعبات بالألفاظ ولعب على المتناقضات. النظام الإيراني منذ العام 1979 وحتى الساعة له وجهة نظر واحدة، الهيمنة والسيطرة على مقدرات الخليج العربي، الخليج العربي مرة أخرى وليس الخليج الفارسي، و
تصدير الثورة الإيرانية بملامحها ومعالمها وملامسها الفقهية والتشريعية الدكتاتورية الشمولية إلى بقية العالم العرب. لا تصدق أن هناك إصلاحيين وأن هناك متشددين، الجميع يتلاعب بالأدوار ولديهم رؤية واضحة، وباتت مكشوفة هذه الرؤية لدى المراقبين من المحققين والمدققين حول العالم. نعم، دقيقة واحدة سيد حميد حتى تعلق، دقيقة واحدة لو سمحت. لا أريد أن أعلق بأن نعلم من هم الدكتاتوريين ومن هم الذين يحكمون حكومة القبائل في داخل المنطقة وبخصوص الدول في الخليج الفارسي، وأكرر مرة أخرى الخليج الفارسي، ونعلم بأن الولايات المتحدة هي الآن تحمي وتدعم حلفائها في المنطقة لأنها تواجه خط مقاوم في داخل المنطقة، وكذلك نرى بأن الأطراف الإيرانية تقول لا نريد هيمنة أمريكية داخل المنطقة. إذا الولايات المتحدة صادقة بأنها تريد استقرار في داخل المنطقة، يجب خروج قواعدها العسكرية وأساطيلها من داخل المنطقة، وكذلك تعطي فرصة لشعوب المنطقة لاختيار حكوماتهم بشكل ديمقراطي وليس بالهيمنة وكذلك حكم قبلي. شكرا. بنصف دقيقة توني، هل تعتقد أنه ليس هناك تيار معتدل وتيار متشدد، الكل سواسية في إيران؟ هل تتفق مع هذا الرأي؟ أعتقد أن إيران تسير في اتجاه أحادي لهيمنة على المنطقة منذ العام 1979. نحن نؤمن بأن المنظمة يجب أن تكون هنالك منظمة عربية شبيهة بالناتو. أنا لا أختلف بأنه يتوجب علينا أن نحد من دورنا العسكري، ولكن يجب أن ننظم حلفائنا لكي يشكلوا قوة عسكرية في المنطقة. طهران لديها طموحات واضحة وعلينا أن ندحر هذه الطموحات. إذن وقت البرنامج انتهى مشاهدينا. أشكر ضيوفنا من طهران حميد قل الشريفي الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية، ومن القاهرة إيميل الأمين الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية، ومعنا في الاستوديو توني شافر كبير الباحثين في مركز لندن لأبحاث السياسة. هذا محمد علي الحيدري، مشاهدينا يحييكم أطيب التحية ويشكر لكم متابعتكم، وفي أمان الله.